سي صديق مرحبا بك معنا على بالبريس. بارك الله فيك لاله. مرحبا. كبداية غنسولك على الدور ديالك في بنات العساس. هو الدور ديالي في بنات العساس كيبقى من احب الادوار دابا لقلبي، لان جا وسط واحد 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 النجاح جماعي حقه العمل، وكنعتبر نفسي كنت محظوظ، كنعتبر نفسي كنت محظوظ انني كنت من ضمن هذه التشكيله اللي شاركت في هذا العمل اللي غيبقى علامه راسخه في الدراما المغربيه. كيفاش حسيتي بداك الدور؟ يعني واش كيقيسك هذاك الدور الداخل ديالك؟ هو الادوار كتشتغل عليها بطريقه مهنيه بحسب التكوين ديالك، انك تشتغل عليها من جانب الفيزيولوجي، من جانب النفسي، من جانب الاجتماعي ديالها. هي شخصيه كباقي الشخصيات اعتمدت نفس المنهجيه في التركيب ديالها، من ناحيه كما قلت النفسيه، ومن ناحيه الاجتماعيه، ومن ناحيه البيئيه. واقول دائما ان الممثل يشتغل عن طريق اعاره مشاعره لهذه الشخصيه، وشخصيه وضفت فيها مجموعه من المتراكمات اللي كيحتفظ بها في الذاكره ديالو الممثل، وتم اسقاط ديالها بالتشاور مع السيد رئيس الروخ. وكما شفتوا العمل والشخصيه قدرت تبان بواحد الحضور قوي، وتكون واحد الاسهام ضمن واحد المجموعه قويه من الممثلين. والتوفيق يبقى دائما اقول من عند الله سبحانه وتعالى. صديق، لاحظنا في واحد الايام انك اختفيتي تقريبا من الشاشه المغربيه، شنو كان السبب؟ ما يمكن التلفزيون كنت حتى 3 سنين هذه قبل ما كانش عندي واحد الحضور قوي، ولكن كنت دائما انا اشتغل بالمسرح، كنت غير منقطع، والحضور ديالي حتى كان في التلفزيون قبل ما كانش بواحد الحضور قوي. ولكن كنظن بان في السنتين الاخيرتين تم تدارك هذا الموقف، والحضور ديالي في شاركت مجموعه من الاعمال اللي قوات الرصيد ديالي عند 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 الجمهور المغربي، وحتى عند المشتغلين والمنتجين، وبدات كتسند لي ادوار اكثر اهميه واكثر حضور في الساحه. شكون احب لقلبك، نقولوا المسرح ولا التلفازه؟ ما عرفتش هذه المساله هذه. الانسان بطبعه كيحب مجموعه من الاشياء اللي ما كتكونش احيانا مقارنه، ما كنبغيش نقول ديك المقارنه التقليديه ديال الاولاد ديالك وداك الشيء، ولا كيضحك كاع بعض المرات. ولكن لا، المسرح عنده طقوس ديالو، ولكن التلفزيون بكل امانه كيحقق لك واحد التواصل كبير مع الجمهور، والرد الفعل ديالو حتى المجهود ديالك كتحس به، كاين واحد التعويض مباشر. كيبقى المسرح كيعاني عندنا في المغرب مشاكل كبيره وكبيره جدا فيما يخص الجمهور، رغم الحديث الان عن فتح المسارح، ولكن قبل من الاغلاق ديالها كنا كنعيشوا فعلا غياب الجمهور، في غياب استراتيجيه واضحه لوزاره الثقافه والمعنيين بالمسرح في اطار تعبئه الجمهور وتشجيع المواطن المغربي على استهلاك المنتوج الثقافي. عندنا فيه خلل كبير وكبير وكبير بزاف. دابا نقدروا نقولوا انك كتلوم الحكومه على انها مقصره من هذه الناحيه؟ الحكومه ما يمكنش نلومها، واخا حنا دخلنا دابا في مجال اخر، الحكومه ما غنلومهاش مقصره في هذا فقط في الشان الثقافي. الحكومه لها ما لها وعليها ما عليها، وهذاك نقاش اخر، ولكن كتبقى نقطه الثقافه دائما اكررها في جميع الاستجوابات اللي كتطرح لي هذا السؤال ديال هذا السياق، لان السياسه الثقافيه في المغرب يغيب عنها التصور والمشروع، وهذا اشكال حقيقي. ما يسود هو فقط التدبير الاني للمشروع الثقافي، في حين ينبغي ان يكون هناك تصور واضح ومشروع للنهوض بالثقافه في المغرب، ماشي حبا فقط في الثقافه، بل لان المغرب يحتاج الى الثقافه، وان جميع الدول التي نهضت على المستوى الاقتصادي والسياحي وضعت في صلب المشروع ديالها والجوهر ديالو المشروع الثقافي، ومن بعد عاد كيجيو الاشياء الاخرى. حنا كنحققوا فعلا انجازات اقتصاديه وباهره، وكنعتزوا بالمغرب في مجموعه من المشاريع، ولكن كيبان لك داك الشيء ما غاديش بالتوازي، فخصو يسندوا هذا المشروع الثقافي باش تمشي بمشروع متكامل، خصوصا ان عندنا واحد الاراده سياسيه كبيره كتجسد في القياده ديال صاحب الجلاله، بواحد المغرب العظيم، وبواحد المغرب فيه العزه والكرامه.
يمكنش نغفلوا هذا الجانب ديال الثقافي. نرجعوا للميدان الفني. نرجعوا من السياسه للفن. هي في نهايه المطاف كتبقى السياسه والثقافه راه مترابطين معنا. واش كتحس انك سي صديق ما تهملتيش فنيا؟ شوف ماشي مسألة، حنا كندوي لك تهملتي هذا نقاش كبير، كاين ناس قبل مني كاع. انا نقول لك كاين مجموعه من المواهب كبيره كنعرفها لحد الان ما خداتش فرصه، هذاك يعني القضيه كما كنقولوا بدرجه كفص. هاد الناس هادو ما يمكنش كما كان الحال. انا كنقول في نهايه المطاف ان في السنوات الاخيره راني بديت كنخلق واحد المكان بكل تواضع في هذا المشهد ديال كممثل، ولكن انا شخصيا دائما متفائل، ما كنحاولش نعيش الاحباط، حيت الاحباط كيقدر يجيب واحد وما نقلبش عليه. في مجموعه من المراحل ديالي انني كتحس براسك كاين الاقصاء، كاين العشوائيه في هذا العمل الفني عندنا، ولكن الحمد لله كنت محظوظ انني تلاقيت مع ناس في هذا الميدان، كاينين فيه ناس كيفهموا شنو هو الفن، كيفهموا شنو هي الدراما، وشدوا الصديق وحطوه في المكانه ديالو. من حسن الحظ كاينين هاد الناس، ولكن كاين بزاف ديال الناس كيشتغلوا بدون مهنيه وبدون احترافيه، مما كيفوت على المغرب مجموعه من الطاقات الفنيه ديالو اللي المغرب محتاج ليها. واقر انه كاين خلل في هذه العمليه، في المساله ديال استقطاب المواهب الفنيه خصوصا في مجال التمثيل. العمليه خصها واحد التنظيم، باش نعطيو الفرص للجميع ونطبقوا ذاك المبدا الدستوري. مبدا الدستوري اللي هو في تكافؤ الفرص والعداله الاجتماعيه في المساله راه باقي عندنا فيها خلل كبير. بدون لغه خشب غادي نسولك سؤال، وحاول انت معروف اصلا بالجراءه ديالك، يعني الجراه ديالك الحمد لله. الجراءه ما تبيش الجراءه. لا ولكن اللي وصل للمعنى الجراءه. ويلي مشات لي اللغه العربيه. صديق انت نسولك واحد السؤال، يعني حاول انك تجاوبني بصراحه، خصوصا انك انت معروف بالجراءه ديالك. اذا كان خصني نجاوب بصراحه غنجاوب بصراحه، ولا اقتضى الامر انني ما نجاوبش بصراحه راه ما غاديش نجاوب بصراحه. ولكن بدون لغه خشب. بدون لغه خشب، ولكن على الاقل لمح لي، وهذه تكفي راه شجاعه اذا مشيت معك في هذه القضيه وتفضلي. شكون المخرج الاقرب لقلبك، المخرج اللي عمرك ما غتعاود تمثل شي عمل معاه؟ كاين مخرجين اللي اشتغلت معاهم كنشتغل معاهم بحب، وكتحس بهم بانهم فنانه ديال بصح. غير مؤخرا الاشتغال مع ادريس الروخ راه كتحس براسك كتشتغل مع فنان. كنوجه ليه التحيه من هذا المنبر. طبيعه الحال، لانه اي واحد شوف غير المسار ديالو غادي تعرف شكون هو. المسار ديال ادريس الروخ غني عن التعريف، هذا الشغل مع موتى، اشتغلت مع نصرات، اشتغلت معاه في اكثر من عمل، كتحس بالصدق في الفن. ومجموعه كاين هشام الجباري، حتى هو كاين واحد الشعور كتحس به انت كممثل بينك وبين المخرج، الا ما تحسش به انه كيحبك ما يمكنش تعطي انت كممثل. وهذو جبتهم لك فعلا اشتغل معاهم، اشتغلت معاهم، كتشتغل معاهم باريحيه، وكتحس انه كتحس بانه كيغمرك بالحب ديالو. سكفي كتجبد اقصى ما عندك، كتمشي لانك تو سون كو سي سيريو. واشتغلت معك وريت على سبيل المثال وريت وكاريتا. عندنا واحد السيد كاريتا، راه اكثر من هذا الشيء ما نقدرش نقول لك. كاين كاريتا، كاين كاريتا، كاين الاسم ديالو زعما. كاين كاريتا اشتغلت معاه، ندمت وتسالت كيفاش بحال هذا النوع نقدروا نعطيو المسؤوليه ديال العمل الدرامي. زعما هذاك الشيء خلينا راه اكثر من عمل درامي. قربنا شي شويه صديق. تيتوس اندري نيكوس، كتعرفي تيتوس اندري نيكوس ديال ويليام شكسبير؟ هو هذاك العمل. شيماء شوفي فيها. قول لي تيطيس اندرونيكوس صافي كمل منها.
راني قلت لك شكون هو يعطيني السميه ولا العمل؟ لا لا ما يمكنش نعطيك. انا قلت لك كاين المشكل كاين غير ايتيكمون ما نقدرش نسميه لان بغيت تسمى بشكل مباشر. انا الرساله وصلت اللي كيتيقوا فيه فقط. تيتس اندري نيكوس هي من اشهر المسرحيات ديال ويليام شكسبير. وهذا السيد راه والله ما كيعرف هذه المسرحيه وعاطينه الاخراج ديال المسلسل ياك عواريت. كختام سي صديق شكرا لك على قبول الدعوه ديالنا. مرحبا ونتمنى لك التوفيق. حتى محاوره جيده كتحاولي تجاوزي الاسئله الكلاسيكيه وفعلا حنا محتاجين الصراحه الا بغينا نزيدوا بهذا المجال وفي جميع المجالات حنا محتاجين الصراحه ولو نصف الصراحه كما كنت معك فعلا. المره الجايه صراحه كامله ان شاء الله غير دعيو معنا يكونوا في دارنا ونقولوا لهم اللي كاين ان شاء الله يا ربي. شكرا لك. ما تنساوش تابوناو فلاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.